السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم مشكيلات ساهلين وخفاف ديال اللوز كيف ما كتشاهدوا معايا. الصراحة كيجيو لذاذ بزاف وفي نفس الوقت ساهلين غير بالطابع. مشيو دابا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا العجينة الأساس اللي سبق لي حضرتها معكم، غتلقاو المقادير كاملة في فيديو، والعقدة ديال اللوز. غنسرح هكا العجينة كيف ما كتشاهدوا معايا. انا ما كنرشها لا بدقيق لا حتى شي حاجة، كنضربها في النمرة جوج. بطبيعة الحال النمرة جوج رقيقة. من بعد نسرحها ونجيب هنا، غنعبر العقدة ديال اللوز اللي غندير انا هنا فيها 20 غرام. كل حبة غندير فيها 20 غرام. غنبدا نخدم. كنجيب العقده ديال اللوز كنوضعها في العجينه، وهكا كنبدا نطلع من الاسفل للاعلى كيف ما كتشاهدوا معايا، ونحاول الوسط كنطلعوا على الجناب كيف ما كتشاهدوا. من بعد ما قاديتها كنجيب الجراره باش كنقطع، كتجي على هذا الشكل. ضروري هنا كندهن ايدي بشويه ديال الزيت باش من قادها ما تلصقش لي العجينه في الايد. كيف ما قلت لكم كنبدا نطلع من الاسفل الاعلى، والوسط ديما كنطلعوا على الجناب. نعاود معكم حبه اخرى. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع العقده ديال اللوز اللي عندي.
من بعد بالنسبة للشكيلات الاخرين اللي غنصيب، انا هنا درت الكويرات فيهم 20 غرام، كنسرح العجينة ديالنا بالمدلك. بالنسبة لهاد العجينة انا اللي كان دايرها خصيصا لحلوة اللوز، كذلك البقلاوة كتجي زوينة بزاف وكتجي رطبة. انا هنا اختاريت هاد المرشم هو اللي غندير به الشكيلة ديالو ديال اللوز، غنسرح العجينة نعاودها في النمرة جوج كيف ما كتشاهدوا معايا، وغندير الكويرات على هذا الشكل. قطعت انا الشرائط ديالي المربعات ديال العجين، غنلوي فيهم هكا الكرة، والفائض غنحيدو ما نخليهاش هكا العجينة تكون غليظة، ديما الفائض زولوه. وغنجيب الطابع، اي طابع متواجد عندكم، انا اختاريت هاد الطويبعات اللي كتشاهدوا معايا صراحة بطريقة جد سهلة. اما انا هنا عندي 4 طويبعات، خرجت منهم 4 ديال الشكيلات، كذلك بنفس الطوابع يمكن لكم ونفس العجين ديروا بها حلوة ديال التمر. من بعد كذلك غنسرح نفس الطريقه اللي خدمت بها الاولين ديال المرشم، غندير هكا الكويرات ونزول العجينه الزائده، ديما نزولوها. انا هنا جبت هذا المرشم ديال الليمونه وغنجيب منقاش وغنبدا نرشم هكا وحده الفوق وحده عفوا وحده لتحت وحده الفوق كيف ما كتشاهدوا معايا، كتجي زوينه الصراحه. والوسط ندير فيه لوزه او لا عقيقه على حسب اللي متواجد عندكم. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الشكيلات اللي عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا من بعد ما كملت الكعبه والشكيلات اللي عندي وضعتهم في الطاوه وخليتهم يرتاحوا لمده ليله كامله، كتغطوهم غير هكا ببلاستيكه
حسيت نشف مزيان. عاد الصباح ندير ليها الثقب بحال هكا باش ما تنفخش العجينه معانا. ندخلها الفران على عافيه مهيله غير تشم العافيه. من بعد نخرجها ندهنها بشويه ديال الزيت ونعاود ندخلها. ضروري تكون عافيه مهيله باش تجي محمره مقاده وما تجيش هكا العجينه تفرق على اللوز. كيف ما كتشاهدوا معايا الشكيله ديالنا هما هادو كيفاش جاوا. انا هنا درت لهم شويه ديال الناباج من الفوق. صراحه كتجي زوينه بزاف وحتى في المذاق كتجي لذيذه. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبه للناس اللي عجبهم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشي تعليق زوين. والناس اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.